السيد اللي حنا راه نفرح فرح هذا ما مامي بزاف فرح الدعاء اللي جرى لميدنا على ميساجاس الدعاء يا فايد الدعاء في المس قال لك هو هذاك دقيقه غير تيبان للناس راه نص خنشق اسمه هو راه 10 كيلو هذيك شراها مسكين الفورس جاب على الحانوت باش يديها لدارو هو في الاخر باش تقاد لي في البيكالا حزمها بحال هكذاك وداها قال لك باش نكون بحالي بحال الناس يا واد جرب اي زوري على قال لك واحد جرو هو اللي عيط لي في الاول يا واد جرب اسمه عفير علي تجي اجرني بعد خنشق سنت معاكم بعدا بصعوبة باش قنعنا باش يجي كتقول لي باش تجي كرمو كتقول لك لا درت شي حاجة درتها في سبيل الله ما بغيتش حتى شي حد يعرف ما بغيتش ما بغى لا صحافة لا والو راه في الحمد لله الحمد لله انا داك الشيء ما كيبغيش بزاف الاضواء يعني السلطة السلطة هي راه تغراتي راه تيملكني السلطة انك ملي كتكتب شكل فكري باش تبدو تيمكن وكلي داك الا دميت انت وديت الحقيقة راني عيلة قلنا انت حنت صحيح 10 كيلو اي كاع من الفورس 10 كيلو وريني اش كيشكل الحقيقة هيك باش التيم اللي بشكليت 10 كيلو اي كاع من الفورس صحيح تاع زيد ديال السيد نيها بنجمة اي كشما قرميد اي صدق حتى انت يميك البركة هما الجاويس نكون باليس والكور تزري هاك اللي تاك اللي تنايمه سيني سيدا صافي الماء روح شكرحتي قمي علي لا رغوي هذاك الصباح ربي قال لك هو هذاك دقيق غير تيبان للناس راه نص خنشق اسمه هو راه 10 كيلو هذيك شراها مسكين الفورس جابها الحانوت باش يديها لدارو هو في الاخر باش تقاد لي في البيكالا حزمها بحال هكذاك وداها قال لك باش نكون بحالي بحال الناس ندير اللي طلبت عليه شرا 10 كيلو من الحانوت بالحانوت ماشي هزها من دارو لا كنجيبها للحانوت ديالو وقال لي وغير باش تقاد ليه هو باش يعرفوا الناس زعما حيت اكثر تيقول لك راه باش يشد باش يشد في البيكالا كيداير بشكليك وهو قال لك هذاك حتى السيد اللي صوروا ما شافوه ما شاف والو ما شاف والو فهاد اليوم ما شافش والو دابا ما عرفوش واخا شنو الاحساس ديالو من بعد ما هذيك الصوره حيت هذاك المقطع ديال الفيديو دار ضجة اعلامية كان ترند ديال 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 الحملة ديال التضامن اللي داروا المغاربة مع خوتنا المغاربة الضحايا ديال الزلزال ديال الحوز ملي بدا كيشوف هذوك التصاور وداك الشيء وكيوريو لهم واش كان ديك اللحظه فاش بانوا هذوك الفيديوهات وشاف راسو ترند واش عنده التليفون باش شافهم ولا قالوها لي ولادو هذيك المرحلة هذيك كاملة اللي كانت انك غير اللي حس كان الاشهار كله تبين حتى احمس المغرب كله العالم كله يزد ما كنستسنت غير يزدنا لك التروان كل ما كنستزر يا واد جرب اي زوري على قال لك واحد جرو هو اللي عيط لي في الاول يا واد جرب اسمه عفير علي اجرني علاش كيدير الطوز ديال الفيديو اللي كان اسي صور كرانيا وانا كل زوار نسيتي ملا اول واحد جرو اللي وراني قال لي تشوف واحد الفيديو ديالك بينو عفير علي اسمه عفير علي سماه سميتو عفير علي عفير علي سميتو عفير علي الاحساس ديالو من الاحساس ملي تحسيت اللي حلو نفرح فرح هذا ما مي بزاف فرح الدعاء اللي جرى لميدنا على الميساجات الدعاء يا فايد الدعاء في المس شنو اللي فرح ليه اكثر قال لك فرح بيان سور ولكن قال لك شنو اللي فرح ليه ذوك الميساجات قال لك اللي كيديروا الناس لي كومونتير الدعاء اللي كيديروا الدعاء ديال اي واحد دعاني بالخير عمري ما شفنا شي واحد دعاني دعا لي زعما ايوا مزيان هما كيطلبوا شحال من واحد طلبوا باش يجيبوا تي ما بغاش يجي يقول لهم انا ما غاديش نمشي لا شي حاجه حسب الله كيبغوا حنا الناس باش معروفين سواسه بزاف كرماء وما كيبينوش كيدير الخير وما كيبينوش ماشي واحد متواضعين واخا تلقى عنده تلقاه عادي ما كيبغوش اي شهر هو قال لك كيصعب عليهم يشهروا ولا يبينوا المغاربين جاري مصطفى المغاربه اللي لا فعلنا في تشكري يبين داري سوبر ماركت من بعد عاد جاو كيقلبوا عليه وما كاع ما عرفوش عاد تسولوا فين كاين وشنو كيدير ولقيتو حنا كيفاش تجبناه باش نكمل لك
تفاصيل هو في الاول ما بغاش حتى شي واحد ملي تنقول لهم عطيوني عافاكم لي كوردوني ديالو ولا فين كاين باش نمشي نقنعو باش يجي تيقول لي ما تعاوليش ما تدبره ما غاديش يجي لك راه شحال من واحد هيا معاه فين واشنو قلت لهم والو انتما ماشي شغلكم غير عطيوني وخرجوا من داك السوق عيطت للسيد القائد اللي ديال المقاطعة ديالو فين كاين قال لي راه ما كاينش عندي راه كاين في بلاصه اخرى تفاصيل هو لقى لي هذا لي كوردوني واخا انا جابوا لي الناس لي كوردوني تبارك الله سوق بلاص واحد الساعه قال لي يكون عندك كلشي جاب لنا مغطي الفندق ديالو كيمتاكد حيت يقول لي ماشي هو كي تيقول لك ماشي هو يقدر شي واحد اخر وغيضحك عليه حيت هو راه ما باغيش بلا ما تقولي انا باش نتاكد اتصل مع السيد القائد كان حي من هذا المنبر السي طارق هو يعطيني المعلومات وقال لي غير توكل على الله صافي عيطنا لي وفي الخط الحمد لله قنعت واحد كنقول لشي النساء الا كرجعكم ولا حتى واحد وهضرت مع مراته وهضرت مع بناته كلهم فرحانين تقول لي جزاكم بخير قلت لي حنا راه غير ماشي اشهار ماشي واخا ما تيبغوش هما تمتو قلت له هذا ربي جاب لي هادشي هو نيتو مزيانه ما عمر عارف واش غادي يتشهر ولا ولكن الناس المبادره ديال الجهه كيفاش جات كريم سي سامر عيط ليا حتى هو ما غاديش نخيبك قلت له غنديروا اللي علينا حنا الا جا مرحبا ما جاش ديك الساعه راه نشكروه باش ما وفينا الحمد لله اقتنع وقال لي كنديروا هذا الشيء مشينا البارح ما محتاجش نفرح بزاف كي لقيت شنو هاد الدري كاين ولد هنايا خدام قال لك صافراحت فاش جاني جا لهنايا المستشفى محمد السادس عجبو الحال المستشفى الجامعي عجبو الحال يا عجبو الحال عجبو الحال الحمد لله هما باش مزيان تيدعيو معاه تيقول لك جزاك الله خير الرحمه ديك واخا شي حاجه بسيطه تيقول لك شكرا تعدتي معنا ولا حنا درنا الواجب الحمد لله ربي ملي كيبغي لك واحد الخير كيجيب لك لعندك ما كيسخر لك شي حاجه كيسخر لك الناس وكيسخر لك كلشي باش دير واحد الخير هو واحد دار واحد الخير بسيط حنا عاود درنا خير بسيط والناس الاخرين داروا خير بسيط وهاد الناس اللي ضروا من الزنزان اللي مات الله يرحمه واللي مريض الله يشافيه واللي باقي الله يصبرهم وشكرا لكم وشكرا للجميع.